نشاط منتصف الليل مشاهدينا، أهلا بكم. البداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر برفع المنحة السياحية مرة واحدة سنويا ورفع منحة الحج والطلبة داخل الوطن وخارجها خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية يثمن الأنموذج المالي لمشروع قانون المالية الخالي من الزيادات الضريبية ويأمر بمتابعة حثيثة للوضعية الصحية الوبائية في الولايات الجنوبية الحدودية والحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسيتها. تقارير دولية تضع المغرب في صدارة الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندية وتصنف المخزن راعيا رسميا للسموم في العالم. المغاربة والفلسطينيين هم شعب واحد، وهذا الكيان لا يعني فلسطين لوحدها ولا يعني لبنان لوحدها، عينه على الأمة العربية والإسلامية. ولفظا لخزي التطبيع ينتفض الأحرار في مسيرة غضب حاشدة. تصعيد صهيوني خطير وغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي فلسطين قصف مكثف على المدنيين والنازحين في مجازر مروعة بدير البلح وجباليا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعروضا منها الوضعية الصحية المتعلقة بوبائي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحياة اليومية للمواطن. وعقب عرض نشاطات الحكومة من قبل السيد الوزير الأول للأسبوعين الماضيين، تم الاستماع لعروض السيدة والسادة الوزراء حول مختلف القطاعات. أسدى السيد الرئيس أوامر وتوجيهات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025. ثمن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين. أمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة تأسيسا للشفافية. أمر السيد الرئيس بأن ينسجم مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري، على رأسها مليوناء سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد. أمر برفع قيمة المنح التالية: رفع المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة، رفع منحة حجاج بيت الله الحرام، رفع منحة الطلبة داخل وخارج الوطن. أمر السيد رئيس الجمهورية بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضد المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة.
شدد السيد رئيس الجمهورية على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة، خاصة تشجيع الانتاج والاستثمار كمحرك اقتصادي. بخصوص الوضعية الصحية المتعلقة بوبائي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، أمر السيد رئيس الجمهورية بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب التي لا تزال تسجل حالات وبائية، الحث على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول مع التحري في هوياتها، مواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة. بخصوص التقرير المرحلي لتقدم الرقمنة، شدد السيد رئيس الجمهورية على المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبرياني واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي. وجه الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطنية بما فيها توظيف كل القدرات والكفاءات الجزائرية لا سيما الجامعية منها، معتبرا مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة. وعن مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، منجم الحديد بغرج بيلات، منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، منجم الفوسفات ببلاد الحدبة، وجه السيد رئيس الجمهورية باختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية. شدد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها الخدمة باحترام كل ما تقرر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني. وحول شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، شدد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية دون سواها، العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيقة على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح مع إقرار مراقبة دورية مستمرة، مراجعة شروط منح الرخص لا سيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية، تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص من خلال المدارس المتخصصة لا سيما في مجال العلوم الدقيقة. انتهى بيان اجتماع مجلس الوزراء. ترسيخا لأسس التمكين الاقتصادي في ضوء القواعد والعقود والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي، افتتحت أمس ورشة لتطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر بإشراف وزير المالية العزيز فايد، الذي أكد أن الجزائر تولي أهمية بالغة لعصرنة هذا القطاع ليواكب الابتكار والتكنولوجيا، حيث اختارت الجزائر العمل مع المنظمات الدولية والعربية منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تملك خبرة وكفاءة كبيرة، وذلك من أجل تطوير مجال الصيرفة الإسلامية. تشير الأرقام إلى أن مجال الصناعة المالية الإسلامية قد تطورت بشكل إيجابي منذ تاريخ إنشائه في الجزائر، بحيث تقوم حالياً البنوك بالتسويق عدة منتوجات إسلامية ابتكارية تتلائم مع احتياجات الزبائن في مجالات المرابحة، المضاربة، المشاركة وغيرها. كذلك هي تشارك اليوم في التمويل الاقتصاد عامة والاستثمار خاصة، فقد بلغ عدد البنوك التي تسوق المنتجات الإسلامية اليوم إلى 12 بنكا. طلب على الصرف الإسلامية أصبح عالي ويزداد طبعا في الدول العربية والدول الإسلامية وأيضا في الدول غير الإسلامية حتى في الدول الأوروبية، وهذا سوق التمويل الإسلامي سوق كبير، ونحن في البنك وخصوصا في معهد البنك الإسلامي للتنمية يعني نقدم خدمات بناء القدرات والتدريب والتطوير لدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وهي عبارة عن 57 دولة.
وعلى مساد الرقم تبرز البوابة الجغرافية الجزائرية، فضاء رقمي مخصص لمجال العقار وضعته المديرية العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية خدمة للمواطنين. سهام مساد السوق. البوابة الجغرافية الجزائرية فضاء الجزائر هو محرك إلكتروني جديد وضعته المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية، خصص في مجال العقار عن طريق المعلومات المسحية والعقارية بكل نجاعة والمساعدة في اتخاذ القرار لمجال التخطيط خاصة في المجال العمراني. البوابة فضاء الجزائر هي ليست خدمة موجهة للمواطن فقط، وإنما كذلك للمهنيين وكذلك إلى الإدارة العمومية بشكل عام. تمكن من خلال الولوج السلس والمؤمن، ولما يدخل المواطن أو المهني يطلب المعلومات التي يعني يحتاجها دون عناء تقدم إلى المصالح ودون عناء. الخدمة تتوفر على عديد المعطيات، سجلنا إلى صباحة اليوم أكثر من 807 ألاف زائر وأزيد من 5000 خدمة مدفوعة المقابل، يعني تسديد الإلكتروني متاح. محرك البوابة الجغرافية فضاء الجزائر يقدم خدمة باستخراج الوثائق المسحية ومخطط مسح الأراضي وخدمة طلب الدفتر العقاري. لما يدخل المواطن لفضاء الجزائر يعني له الخيار أنه يطلب خدمات مسح الأراضي أو يطلب خدمات الحفظ العقاري. بالنسبة للتراب الوطني يمكن على جميع المحافظات يختار الولاية ويختار المحافظة ويمكن إيداع طلب الحصول على الدفتر العقاري. ومن المرتقب إطلاق الدفتر العقاري الإلكتروني في أواخر السنة الجارية، خدمات تدخل في إطار استراتيجية ورقمنة وعصرنة قطاع المالية، لأن سلة المواطن في صدارة الأولويات، حريصة الدولة على تأمين غذائه الأساسي بأسعار مدعومة أو مسقفة. وتفاديا لتبعات ندرة مادة القهوة وارتفاع أسعارها في العالم، تقرر فورا تسقيف سعر البن في الأسواق المحلية على أن تتحمل الدولة هامش فائض السعر ما يخفي. نحن هنا ببيريتوتا عند أحد أكبر مصنعي القهوة في الجزائر. المصنع شرع في العمل بالتسعيرة الجديدة للبن تطبيقا للتعليمات الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم منتجي هذه المادة. بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتسقيف أسعار القهوة، كانت السباقة لامتثال هذه التعليمة فقد قامت بتحديد أسعار وتسقيف الأسعار حسب المرسوم، كما اتصلت بالمتعامل من خص تجار الجملة ببيع هذه المنتوجات بحسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي. تنقلنا إلى أحد المحلات التجارية بالعاصمة لرصد وفرة المنتوج وسعره. هو قار الله يبارك قار صايب إن شاء الله، يعني كما ينقص صفقة وينقص شي حاجة أخرى المواطن، يعني تولي على طريقة لأي واحد يقدر يجي يستهلك حاجة ويشرب حاجة. إيه يعني على كل حال كما يقول لك قرار صائب مليح، إن شاء الله تعم كاع الأمور الأخرى إن شاء الله. اتخذنا كل التدابير بالتنسيق مع جميع المهنيين وجميع المستوردين باش نشرعوا في التطبيق يعني المرن والسلس والتدريجي لهذا المرسوم، والحمد لله اليوم بدأت العمليات نتاع ضخ الكميات على مستوى سلسلة الجملة التوزيع بالجملة. من مبدأ طابعها الاجتماعي المكرس وحرصا على سلة غذاء المواطن، تحملت الدولة هوامش الربح في مادة القهوة رغم ندرتها وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية. تنطلق حملة الحث والبذر هذا الموسم، والجزائر تكسب أشواطا على مسار تحقيق السيادة الغذائية من القمح الصلب، مكسب يرجع الفضل إلى جميع آليات دعم ومرافقة الفلاحين قصد الرفع من قدرات التخزين والتشجيع على زيادة المساحات المزروعة. محمد أمين بوتومي.
حققت الجزائر في الموسم الفلاحي الماضي نسبة إنتاج قاربت بلوغ الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب. أمام هذه الأرقام تقرر إحداث خطوات وإجراءات خلال هذه السنة الفلاحية لزيادة الإنتاج. من بين الخطوات توسيع المساحات المستغلة والمسقية، فبولاية ميلا التي حققت المرتبة الأولى وطنيا بدأت تعاونية الحبوب والبقول الجافة في عملية تسليم البذور والأسمدة لفائدة الفلاحين مع انطلاق حملة الحرث والبذر. الدولة راهي مدعمة وراهي واقفة، وإن شاء الله يكون العام مليح، إن شاء الله العام 24-25 إن شاء الله يكون مليح، وإحنا إن شاء الله نبادروا بالجهود تاعنا شي نقدروا عليه. احنا مع الدولة ومع الإنتاج الوطني. هذا الموسم هذا انطلقنا إن شاء الله بالتعاون مع التعاونية اللي وفرت لنا البذور والأسمدة، والعملية كانت راهي انطلقنا مع الحرث، وهذه كان سنة موسم إن شاء الله، خاصة بعد سقوط هذه الأمطار رانا ننتظر إن شاء الله بيكون هذا الموسم موسم جيد. تعاونية الحبوب والبقول الجافة انطلقت في تحضير حملة الحرث والبذر في أواخر جويلية، وهذا مما أعطانا الفرصة لنكون جاهزين من ناحية البذور ومن ناحية العتاد الحرث والبذر على مستوى التعاونية. كذلك أننا فتحنا شبابيك الموحدة للقرض الرفيق. ولاية باتنا التي حققت أرقاما مقبولة في إنتاج الحبوب خلال حملة الحصاد الأخيرة، يعتزم المنتجون فيها الانخراط في مسعى الاكتفاء الذاتي في الشعبة الفلاحية الأكثر استراتيجية، حيث بدأ فلاح الجهة الجنوبية من الولاية في بذر الحبوب. اليوم رانا جبنا الحبوب من عند سيالة سالتنا الأمور، وراح نبدأ الزرع. رانا في كما تشوفوا مدينه باريكه، مدينه يعني منطقه شبه جافه، الحمد لله احنا عندنا لي فوراج تاعنا، نبداو نسقيو مباشره، والدوله تاعنا راهي تدعم في الفلاحه. تعاون الحبوب والبقول الجافه لولايه باتنا وفرت جميع الامكانيات الماديه والبشريه من الان لنجاح هذا الموسم، اين خصصت اكثر من 140 الف قنطار من جميع الاصناف البذور، 14 وحده بيع البذور على مستوى تراب الولايه، الأربع شبابيك موحدة للقضاء الرفيق. وتحسبا لزيادة الطلب على البذور بفعل توسع المساحات، وفر الديوان الجزائري المهني للحبوب ما يفوق 4 مليون قنطار من البذور النظامية. وضمن المشاريع الاستراتيجية المهيكلة خط السكة الحديدية الذي يربط بلاد الحدبة بالخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية الذي دخل الخدمة قبل انتهاء الأجال التعاقدية، ما يسمح بنقل مادة الفوسفات نحو مصانع التحويل. مريم بن عبد الرحمن. قطار المنتجات الفوسفاتية انطلق على السكة قبل آجاله التعاقدية ليربط بين منجم الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة وباقي الخط المنجمي الشرقي. شركة سونالغاز هي الأخرى رافقت المشروع لضمان إزالة كل العوائق التقنية. بعد دراسة مخططات مسار السكة الحديدية اتضح لنا بأن هذا المسار يتقاطع مع شبكة نقل الغاز عالي الضغط في 4 نقاط مختلفة. في هذا السياق قامت فرق التدخل والتشغيل لسونغاز نقل الغاز ناحية قسنطينة بأشغال الحماية الميكانيكية. نقوم بتحويل الخط الكهربائي عالي التوتر صنف ألف. نقوم بتغيير شبكات الكهرباء بمسافة أمان 25 متر على الليكوتي. ازدواجية الخط المنجمي الشرقي مشروع مهيكل له أبعاده الاقتصادية، خاصة وأنه يعزز البنية التحتية المرافقة للاستثمار في الفوسفات المدمج. مشروع ضخم على مسافة 422 كيلومتر، عندنا أعمال تسطيح حوالي 24 مليون متر مكعب، عندنا جسور عملاقة على مسافة دان لينيير دو 18 كيلومتر، عندنا دي تونيل هنا على مسافة 8 كيلومتر، عندنا 32 محطة تاع لا مارشونديز وتاع المسافرين تاعنا. احتياطات الفوسفات بمنجم بلاد الحدبة فاق 2.2 ملياري، وهو ما ينعكس إيجابا على ارتفاع منتجات هذه المادة من 3 ملايين طن إلى 6 ملايين طن سنويا كمرحلة أولى.
في الانشغال الصحي وسعيا لاحتواء الوضعية الوبائية عقب تسجيل حالات إصابة بداء الملاريا والدفتيريا ببوجباج مختار، حملات تلقيح واسعة تشهدها الولاية لا سيما في المناطق النائية. العينة في النشرة من قرية عبان رمضان، روبورتاج محمد تلمدات بصوت آسيا غريب. هنا بالقرية النائية عبان رمضان بولاية برج بجي مختار، حطت القافلة الطبية لتلقيح الساكنة من البدو الرحل ضد داء الملاريا والدفتيريا. الحمد لله الدولة تبدأ تخلق تليلة الناس مسينا معاونا تليلة مسينا هاس الليلة نرضى في الناس. وسنة نغدى الطبة وين هلال الأحمر، وسنة نغدى القرية وين عبان رمضان. القرية تجينا نغي سفرنا مليح يولاغن. الحمد لله نشكر الجزائر هو لانه الموضوع ورغر في اللي استقلال الدعم. هذا الإجراء الوقائي من شأنه ضمان تكفل أمثل بالمواطنين للحد من انتشار الوباء. جينا من أجل تلقيح السكان هنايا، هي شوية منطقة معزولة. طبعا كعادته الهلال الأحمر الجزائري بكوادره وطاقم الطبي كل تنقل إلى هذه المنطقة. هنا يعني نذكر مجهودات الدولة التي قامت بإيصال جميع ما يمكن إيصاله لهذه القرية من أدواء، من مستلزمات طبية، من كوادر طبية. قوافل إغاثة وأطقم طبية جندها الهلال الأحمر الجزائري لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الوباء، مجهودات تعكس تلاحم أبناء الوطن في مختلف المحن والأزمات. وتبعا لتعليمات رامية إلى احتواء الوضعية الوبائية بأقصى الجنوب دائما، حملة تحسيسية توعوية وتكفل صحي بالبدو الرحل والعابرين للمناطق الحدودية مهما كانت جنسياتهم بتنزواتين بإنجزام. ملك طلحمون. بآخر نقطة في الحدود الجزائرية بأقصى الجنوب، جهود مكثفة يشترك فيها عناصر الحماية المدنية والهلال الأحمر بهدف تقديم رعاية صحية للبدو الرحل وكشف الحالات المصابة بداء الملاريا والدفتيريا. نشكر جماعة الهلال الأحمر والحماية المدنية وجماعة الطبيب اللي راهم يديروا لنا الدواء هنا، نجوا داخلين ويديروا لنا الدواء ويديروا لنا العلاج ويشوفونا ويكشفوا علينا. نشكر الدولة الجزائرية، بارك الله فيكم، على الهلال الأحمر داروا مجهوداتهم ومع الحماية المدنية. سطرت عناصر المؤسسة العمومية للصحة الجوارية رفقة الهلال الأحمر والحماية المدنية برنامجا بمناسبة فتح المعبر يومي الأحد والخميس لتفادي انتقال عدوى الملاريا والدفتيريا والكشف عنهما مع إحصاء عدد من المصابين وتوجيه كل من الإصابات المؤكدة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية إنجزام مباشرة. تراجع كبير في عدد الإصابات المسجلة سجلتها المصالح المعنية في الأيام الأخيرة بعد حملات التحسيس والتلقيح عبر كامل إقليم الولاية. أرسلت مديرية الحماية المدنية قافلة طبية متكونة من أطباء مختصين في طب الاستعجالات والكوارث ومجموعة من الممرضين زائد سيارات إسعاف. الهدف من هذه الحملة هي تلقيح سكان المنطقة. قمنا بحملة تحسيسية لبعض الوافدين حول مرض الملاريا والدفتيريا، بالإضافة إلى توزيع بعض المؤونات الغذائية ومجموعة من المياه للمحتاجين إليها في هذا المعبر. جهود حثيثة من شأنها تقليل من عدد الإصابات وتوفير رعاية صحية للمواطنين تضمن منع تفشي الوباء بإنجزام.
في ملف تعاون استقبل أمس رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصية سمير بورحيلة نظيره من جمهورية موريتانيا محمد الأمين ولد السيدي، وتم خلال اللقاء تقديم شروحات حول المهام التي تطلع بها هذه المصالح وآليات العمل المتبعة في معالجة وحماية البيانات الشخصية. اللقاء توسع ليشمل وفدي البلدين، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في هذا المجال وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الرقمية والتكنولوجية. في تونس توجه الناخبون أمس إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، حيث ضبطت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كافة الترتيبات لإنجاح الاستحقاق الرئاسي الذي يتنافس فيه ثلاثة مترشحين وهم العياش زمال وزهير المغزاوي ورئيس قيس سعيد، على أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء اليوم الاثنين. مفدت تلفزيوني لتونس باريس أجلمدا. يعلق التونسيون آمالا كبرى على هذه الانتخابات، الحدث السياسي الأبرز الذي تشهده البلاد، فالمواطنون هنا يتطلعون إلى غد أفضل أمام تحديات ورهانات اقتصادية واجتماعية لافتة. الانتخابات الرئاسية التي جرت في ظروف عادية وهادئة وسط تنظيم محكم يصفها المتتبعون للمشهد السياسي التونسي بالمحطة السياسية الهادئة ستعزز من مسار أسس الديمقراطية في البلاد. كما تشوفوا الجو رايد، وإن شاء الله تتم هكاية، وإن شاء الله تكون لمصلحة الوطن، ونكون كلنا متحدين في حول الوطن. هذا عرس انتخابي بأتم معنى الكلمة. اليوم فما الناس كلها يلزمها تختار مصيرها، ومن حق الشعب التونسي أنه يختار مصيره. هذاك علاش كان الإقبال الحمد لله بكثافة، وإن شاء الله احنا نقول إن شاء الله غدوة خير تونس، وإن شاء الله إلى الأمام يا ربي. ندعو التونسي الكل بكثافة انهم يقبلوا على الانتخابات هذه، باش غدوة ما يقولوش رانا ندمنا انه الرئيس هذا طلع وهذا ما طلعش، لانه رئيسهم يلزموا معناها يختاروه بيديهم، وبقدرة الاله نكونوا نحن اللي نصنعوا السيادة الوطنية نتاعنا. انتخابات يتسابق فيها ثلاثة مترشحين ابرزهم الرئيس المنتهي ولايته قيس سعيد الذي يطمح الى ولاية ثانية، وفي انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع يبقى الترقب والانتظار سيد الموقف. وفي آخر التطورات بالأراضي الفلسطينية، تكبل احتلال مجزرة جديدة في دير البلح وسط القطاع إثر قصف طال مسجد يؤوي نازحين أمام بوابة المستشفى أو مستشفى شهداء الأقصى، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. إلى ذلك أعلنت قوات الاحتلال عن تطويق منطقة جبلية شمال القطاع لشن عملية عسكرية جديدة، كما أصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء قصرية للمدنيين من محافظتي جبلية وبيت لاهية. وسام أبو زيد. هكذا يبدو ليل غزة، هجمات إسرائيلية جديدة على مناطق متفرقة في القطاع تعيد إلى الأذهان سنة مضت من الحرب، ليقصف الاحتلال مسجدا على من فيه من نازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا. وهكذا أفاقت غزة على سكان لا يواجهون القتل والإصابة فحسب، بل يعانون أيضا حجم الخوف والرعب الناتج عن الغارات المكثفة والأحزمة النارية التي طالتهم وهم نيام. الساعة 2:30 الليل خلوا قصف، جيت على المسجد لقيت 21 شهيد وطلعناهم من المستشفى وفي إصابات. لأنه ناس نازحين وما لهاش علاقة وتركت بيوتها بعد ما انقصفت، يعني إنهم مكانين، يا يناموا في الشارع يا ما في المساجد، وهو المسجد يعني أصلح مكان اللي هو نازحين. لتمتلئ ساحات المستشفى وسط القطاع بجثامين الضحايا من المدنيين النازحين، وينضم إلى ركب الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان، وملأ الحزن قلوب الأهالي على فلذات أكبادهم وفراق الأحبة. صاروخ أجا فجرهم كلهم طاروا، كلهم طاروا من البيت، ما ضلش حدا، اللي كان في البيت كله مات، كله استشهد.
وبينما كان الفلسطينيون يحصون شهداءهم وسط القطاع، كانت الطائرات تصب حمم الموت والدمار على الأرض في شمالي غزة، وتشتد معها وتيرة الألم والفقدان، وذلك بعد أن وسع جيش الاحتلال من توغله البري بغطاء كثيف من القصف المدفعي والجوي طال عائلات بأكملها، ومن نجا منهم يصيح ألما بحثا عن أبنائه بين أكوام من الركام. احنا فجأة كنا قاعدين بنصلي الظهر، لفجأة لما بنسمع هيك صاروخ F-16 نازل في المربع عندنا هنا، فجأة طلعنا نجري من لاقي جيراننا. لو مليان شوية تحت الانقاذ، مش عارفين ايش نسوي احنا. فإمعان الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين سيضاعف حتما من فاتورة الحساب والثمن الذي سيدفعه على يد الأجيال الفلسطينية المقبلة، خاصة بعد أن تقاعست حتى المنظومة الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وفي لبنان يواصل الكيان الصهيوني عدوانه، حيث استهدف أمس منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، هذا واستشهد العشرات في قصف طائرات الاحتلال مباني سكنية في مخيم البداوي شمال البلاد، كما تعرض محيط مستشفى في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان لسقوط 4 قذائف مدفعية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الكادر الطبية وطواقم الإسعاف. إلى ذلك قصفت طائرة الاحتلال الصهيوني قرى وبلدات شرق وجنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء عشرات المدنيين وإصابة المئات، ناهيك عن الدمار الكبير الذي لحق بالمباني. إلى المغرب، حيث رائحة القنب الهندية تزكم الأنوف بإنتاج بوأ مملكة الحشيش صدارة الدول المنتجة والمصدرة للسموم في العالم حسب تصنيف الأمم المتحدة. تجارة قذرة تصب عائداتها في جيوب شخصيات سياسية وعسكرية نافذة في المخزن. أسمعان سلطان. سلسلة تقارير تتفجر وتفتح النار على دولة المخدرات ورأس الحربة في تجارة الحشيش غير المشروعة، وحقائق تتكشف عن ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان من المخدرات. شخصيات نافذة في النظام والجيش وسياسيون ورياضيون ورجال المال المشبوه في البلاد تورطت تورطا عميقا بعدما حولهم نظام المخزن لعملاء نافذين في شبكات إجرامية واسعة وقاعدة لتصدير وتهريب المخدرات ونفث السموم بأساليب الرعاع النخبوي على خطوط طول وعرض خارطة العالم. مخططات ترعاها أذرع المخزن الآثمة والقذرة بطرق ومناورات ملتوية. فضيحة إسكوبار الصحراء العابرة للقارات، والذي حوله المخزن إلى أكبر تاجر مخدرات وعراب للكوكايين، يحظى بحماية كاملة من النظام المغربي وأجهزة الجيش التي تعد رأس هرم العصابة المغربية، والتي عبدت بدورها الطريق لمجرم الصحراء رغم أوامر الاعتقال الصادرة بحقه من الأنتربول التي أقامت المملكة ولم تقعدها وكشفت النقاب للعالم عن حقيقة هذا النظام الفاسد. المغرب الذي يتصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي عالميا لم يتوانى في توسيع خارطة المخدرات وإبراز تقاطع خطوط سيرها في العالم بتواطؤ الطبقة الحاكمة، بعدما أفردت الطائرات الملكية أجنحتها حول العالم لتتحول إلى ناقل وراع رسمي للسموم عبر مختلف عواصم العالم. تتم العملية من خلال إنشاء مجموعات صغيرة تنقل السموم البيضاء تحت إشراف أقبية المخابرات العسكرية الضالع رأسا في تهريب المخدرات. ثلاثية المهلوسات الحشيش والكوكايين باتت تطوق عنق المخزن وتنخر مفاصيله، بل وأفحت مصدر قلق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أكد تكثيف الاتجار المتنامي للمخزن بالحشيش. الهيئة ذاتها سلطت الضوء على تورط البحرية الملكية المغربية في عمليات إدخال المخدرات وظهور طرق بحرية جديدة تعزز الروابط بين الشبكات الإجرامية المغربية
بتواطؤ من سياسيين وأفراد قوات الأمن والسلطة القضائية لتسهيل الاتجار بهذه السموم. بل الأدهى هو أن هذه الجهات تمادت في استخدام موانئ الصحراء الغربية لاستقبال كوكايين بمباركة أجهزة المخابرات المغربية لتغذي بعائداتها من الأموال السوداء القذرة الصندوق الأسود للرشوة لأجل حشد دعم المؤسسات العالمية وتجسيد السياسات الإجرامية وطموحات المغرب التوسعية والاستعمارية للصحراء الغربية، وكذا تمرير أجندته في العلاقات الدولية. تحول المخزن إذن إلى بؤرة وباء تتوسع وتكبر لتنشر الموت البطيء بين شباب المعمورة، لا لشيء إلا لأن النظام في الرباط يفعل ما تمليه عليه دوائر مرتبطة ارتباطا وظيفيا بالصهيونية مقابل أن تبيع الأوهام لهذا النظام البائس. وعن الصدارة فهو رائد التطبيع بامتياز، إنه نظام المخزن المغربي المنعزل عن شعبه الحر الرافض لمصادرة السيادة، المنتفض الساخط على الأوضاع، الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني. خليدة حج جلالي. هكذا أضحت الشوارع المغربية، ارتفعت بها حدة الأصوات المطالبة بإسقاط التطبيع. مسيرات حاشدة بمكناس، مراكش، الرباط، طنجة وباقي مدن المملكة، صوت جماعي واحد وزخم تضامني تنامى ضد تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني. هي مناسبة أيضا لنجدد موقفنا ومطالبتنا لبلادنا ولمختلف الدول العربية لوقف كل أشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، هذا الكيان الذي لا يشرف أيا كان أن يكون على علاقة معه. فنقول أنه آن الأوان لبلادنا أن تغلق بشكل رسمي ونهائي مكتب الاتصال مع الكيان الصهيوني، وأن تحل اللجنة البرلمانية للشراكة، وأن تقطع كل اتفاقات التعاون. فالمغاربة والفلسطينيين هم شعب واحد، وهذا الكيان لا يعني فلسطين لوحدها ولا يعني لبنان لوحدها، عينه على الأمة العربية والإسلامية. لذلك علينا أن نتحد، علينا أن نتجاوز الخلافات، علينا أن نكون صفا واحدا لمجابهة هذا العدو. جدد المحتجون المتوشحون بالكوفيات والأعلام الفلسطينية التنديد باتفاقيات الخزي والعار وجرائم الكيان الصهيوني. ماذا ينتظر النظام السياسي المغربي من هذا النظام المجرم الجبان، هذا النظام الإسرائيلي الذي يقتل إخواننا اليوم في غزة العزة؟ نقول للنظام السياسي اليوم كفى من مواصلة اتفاقية التطبيع، هذه فرصتك من أجل مسح هذا العار. فرصة نندد فيها وندعو فيها حكومتنا وندعو فيها مسؤولين بالعودة والتوبة والأوبة عن اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني. عقيدة راسخة لدى الشعب المغربي تجاه عدالة قضية الشعب الفلسطيني، زخم تضامني ضم مختلف الأطياف الفكرية والحقوقية وشكل وعيا شعبيا يجوب شوارع المملكة لتذكير المخزن بقدسية القضية. في الرياضة، تواصلت أمس مباريات الجولة الثالثة من رابطة المحترفة لكرة القدم، حيث تمكن اتحاد الجزائر من الفوز على ضيفه مولودية البيض بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وفي لقاء آخر، انتهت مباراة اتحاد بسكرة وضيفه شباب الوزداد بالتعادل السلبي بين الفريقين في بسكرة. كما انتهت مباراة القمة بين النادي الرياضي القسنطيني ومولودية الجزائر بتعادل الإيجابية هدف في كل شبكة بملعب بن عبد المالك بقسنطينة، في وقت عاد فيه فريق شبيبة القبائل بفوز كبير على حساب نادي بارادو بثلاثية نظيفة بملعب 20 أوت بالعاصمة. أما اتحاد خنشلة فحقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الصاعد الجديد ترجي مستغانم بهدفين دون مقابل. ختام النشر، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.